هذا وعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن بعد ان قام بزيارة للمملكة المتحدة الصديقة التقى خلالها بصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا اعقبتها زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قدم خلالها التعازي الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بوفاة صاحب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وإلى أشقاء وأنجال الفقيد وأفراد عائلة آل نهيان جميعاً